انطلقت فعاليات مهرجان العروسة في دورته الثالثة تحت شعار عندما يتوج الحب بالزواج، ويمتد إلى 26 من الشهر الجاري، ويشكل فرصة للتعرف على كل جديد في عالم الأعراس. فكرة مهرجان العروسة جاتني من دخلت المغرب هذه العامين 3 سنين، مي جيت ملقيت ان الناس اللي تيبغيو يوجدوا العرس ديالهم ما كاينش شي بلاصه يقدروا يلقاو كل شيء مره واحده، بالتالي عملنا هذا الفضاء هذا في وقت واحد مكان واحد، قدري توجدي عرسك واحد النهار. مهرجان العروسة واحد البادره اللي كتنظم مجال الاعراس في طنجه ولا شمال المملكه وعلاش المغرب كامل، حيت واحد المجال نشيط جدا ولكن غير مؤطر. المهرجان ولا هذا المعرض اللي كنعملوه هو تاطير لهذا المجال هذا النشيط. طبيعه الحال خصنا نجيبوا شي حاجه جديده في هذا المهرجان اللي نفعوا بها الساكنه ديال طنجه. عندنا دوره تكوينيه لعرسان جداد اللي غتقدم لنا الدكتوره امل شاباش غدا وبعده ان شاء الله ما نحضر النهار. موراها عندنا عرض الازياء، يعني ملي كيجيو الناس يشوفوا المعرض في نفس الوقت يجبروا الحوايج ديالهم الباشين القفطان. المهرجان ديال العروسه حنا للمره الثالثه كنشاركوا فيه، وهذا واحد هذه واحد المناسبه باش كنتقربوا عند الزوار ديالنا الكليان اللي كيبغيو يجيو للمهرجان ديال العروسه، كيجبروا الطيبات دائما واجده معاهم هنايا. والحمد لله لان هذا هو المهرجان الوحيد اللي عندنا في طنجه اللي كنتنفسوا فيه واللي كنحاولوا نبينوا فيه المنتوجات ديالنا اللي كنوجدوها على حساب كل سنه. المهرجان يرمي إلى إبراز عادات العرس المغربي من خلال عرس جماعي، ويقدم عروض أزياء تقليدية ودورة تكوينية للشباب المقبل على الزواج.